السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على غويري، اختار اللعب للمنتخب الجزائري ونتكلموا على حقيقة. انا درت لكم هذا الرابور بصح يعني وين كثير شأننا وين تدوينة تاع الامس والنامس نهار الثلاثاء وين خرج واحد الصحافي، ماشي صحافي هذاك، انا ما نعرفش فرنسي، انا ما نعرفش فرنسي بصح كاين ناس اللي يعرفوا فرنسي. انا يعني لهذو العاهرات تاع اليوتيوب اللي خرجوا في الفيسبوك خرجوا، يعني داير بزاف اخطاء املائيه. الناس اللي تعرف الفرنسي قال لك هذا ماهوش ايمان، يعني ناس يقصروا عليكم كما كانوا يقصروا عليكم تاع خطره تخرج الارامسي يقول لك بلي عوار راح لفرنسا، يخرج الاخر يقول لك من بعد يخرجوا ناس يبداو يعايروا في اللعابه، يعايروا من ما كاش منها ويشاهدنا ما كاش منها. نقول لكم على امين قويلي كي راني جايب الخبر، سبحان الله نقول لكم كي راني جايب الخبر. تعرفوا بلي عندي علاقات مع الاب تاعو، نتكلم ها راهو راه حنا ماشي باغيين نستر على بالك الناس اللي تهضر كيما هذوك اللي باطار هذوك اللي ساعدناهم تاكم بعد يدوروا يعايروا فيه، كانوا يعايروا فيه ومن بعد يحوسوا يدوروا يعايروا فيه، يعني كيما كانوا يديروا كيما كان يدير صاحب المساحات الضيقه، يعني وين الناس وين شاهدناهم كيفاش كانوا يعايروا اللعابه، حنا شاهدناهم كيفاش كانوا يعايروا اللعابه، يعني صاحب المساحات الضيقه كيفاش كان يحرز ويعاير يعني باش يعايروا الناس. نقولها لكم ونعاود، يعني اب امين قويري يريده بقميص المنتخب الوطني الجزائري، لا نريد تشويه صوره اللعاب، لم يقل انه ينتظر منتخب فرنسا ابدا. يعني وين النهار اللي خرجوا قال لك امين قويري قال انا انتظر في فرنسا، خرجوا هذوك العاهلات هذوك الكذابين. اللي دار هذه التدوينه دارها صاحب المساحات الضيقه، نعقل لها مليح. يعني هو ما قالش ابدا ان بعض اشبه الصحفيين والاعلاميين في الجزائر يقومون بنقل تصريحات من صحف ومجلات فرنسيه بشكل مغالط، يعني من اجل يعني تبرئة الاتحاد يعني والمدرب العاجز على إقناع هذه المواهب يعني يعني لتقمص المنتخب الوطني الجزائري. يعني ويدسوا عليه، يدسوا على المدرب ويدسوا كما كانوا المدرب تاع ضربه السوي ضرباته بزوج خرج قال لهم عوار وايتروني جايين، عاودي ولا ما تهدرش نهار الاول. هذه صحافة النسخ واللصق من مواقع الصحف الفرنسية الهاوية، دورها تضليل وتغليط الرأي العام فقط. هذا الكلام منسوب يعني لمهاجم نيس أمين قويري مرار وتكرار، وأؤكد بأنه لا أساس له من صحة، ليس دفاع على اللعاب بل إيصال الحقيقة لمتتبعين و يعني نقولوا باللي المتتبعين والناس اللي حوسوا في مصلحه والناس تحوس مصلحه المنتخب الوطني الذي بحاجه الى محترفين يعني ومواهب مغتربه التي تريد تشريف وحمل الالوان الوطنيه. يعني قلت كيفاش الناس فنرحب بهم ام التي تريد ظهور لمنتخب، نتمنى لها التوفيق يعني لا غير. كان الناس يقول لك باللي قال ومنهم بعد يخرج يقول لك امين قويري راه جاي، بعد امين قويري خائن، بعد امين تهضر مع الاب تاعو قال لي صدعونا، قال لي ما كان والو، قال لي صدعونا ما يعرفوش فرنسي، ما يعرفش يقراو فرنسي املاء فرنسيه، قال لي هذاك هاوي قال لي هذاك دارها وصعيب مي باش وفانيك على بالك كيما قصروا عليكم، شنو اللي قصروا عليكم؟ اللي قصروا عليكم ولا يقول لكم ماتش يتعاود منا لي فرونسي الكاميروني باش يطلعوا لي باس تاعهم، هذه كيما هكا اختها وانتوا راكم عارفين كيفاش، سورتو ديال اليامات هم دايرين حمله
يعني تاع لعابه محترفين وكلش للمدرب تاعهم. انا نقول لكم شوف في مارس في مارس في مارس غادي على الاقل تشوفوا ثلاثه تاع اللعابه على الاقل. لا ويلا جاوا خاطر راهم يبكوا راه يظل يبكي باش يبكوا. انا نقول لكم شنو كاين تيضمن اللعابه تيضمن اللعابه باش باش تبان. في جويليا في جوي في جوي في وا في جويليا في جوان قال لكم مار قال لكم سبتمبر في سبتمبر قال لكم نوفمبر في نوفمبر قال لكم مارس في مارس كلوا الفول بالراي. وين تداولت الجماهير الجزائريه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخبار نسبت لاحد الصحفيين بجريده ليكيب الفرنسيه عن اختيار موهبه نادي رين امين غويري للعب للمنتخب الجزائري مع انطلاق في عمليه تغيير جنسيته الرياضيه على مستوى الفيفا. يعني ونجيب انا شفت عند باب كنت نهضر مع باب انا البارح وين واه والنامس شفت مع واحد في الاتحاديه قال لي والله ما كان والو قال لي الناس هي قال لي والله هي ما كان قال لي راه باد وثائق تاعو في القنصله في فرنسا قال لي بصح والله العظيم ما كان والو قال لي راني قلت لك الوثائق تاع اللعابه اللي راهم هنا عندنا قال لي كلشي حابس كلشي حابس كاين وثائق تاع لعابه هنا ملفات تاع لعابه بصح كلشي حابس كيما حبسوا الضربه تاع عوار حبس ما ترسلوش. انا نقول لكم واش كاين يعني كما تكلمنا مع احد مسؤولين في الاتحاد الجزائري لكره القدم حيث نفى هذه الاخبار واكد ان امين غويري لا يعد من الاسماء التي امست قريبه من اللعب للخوض في الفتره المقبله. وتفيد معلومات ذاتيه ان يعني لم خاصه وين نقول لكم ونعاود هذا المشرف السابق للمنتخب الوطني يعني ناكد لكم نحلف لكم كما بغيتوا يعني لم تواصلش مع هذه اللعابه ما تواصلش مع منذ يعني اخر مره كانت قبل حوالي يعني ما تواصلش معهم يعني دعايات تاع يقول لك المدرب راه يجري الدوره بيزير يا ودي لا ادى كلمه من عند اللعابه وقال لهم قال لهم بلي يا ودي رانا في نقطه الصفر جماعة قال لهم إلا روحت أنا كاع تروحوا فايد راه قاعد قال لهم الشعب يبغي فايد قال لهم هادو يبغوا فايد شا قلتو نرسلو نجيبو لهم زوج حبات كوجاك يلهاو فيهم في الحيس قالوا له وا أنا قلت لكم بلي أمين غويري ما غاديش يعيطولو أمين غويري فيك ما يعيطولوش نعطيكم الرسمي ما يعيطولوش نعطيكم التالية أمين غويري ما يعيطولوش هاكا باش يتريعو ديرك مغاش يعيطو له من التالي كاع أمين غويري مغاديش يعيطو له غير مقبول. نقولكم غير نتوما بالرحمة وغادي بالك ما يوليش يعيط له نتا تهدر لي ديه بالرحمة ومغاديش يعيط له. حميش كاع ما لعبش قالك حميش بعده من أجل بسبب نقص يعني الأداء تاعو هنا كاع ما لعبش ما يخمون ما اتصلت بواحد مازال ما اتصلش حتى بعوار امين ايت النوري هادو ما اتصلش بيهم هادو الناس ما اتصلش بيهم يعني دعايه برك باللي اتصلنا درنا هو تاع مع اللعابه مع اصحابه قال لهم يا ودي هذا الشعب توالي يدور علينا ولا جماعه نجيبوا لهم شي حبات كوجاك ولا ثلاثه يلهوا فيهم هيا ورانا ناكلو فيها باش يكون على بالكم. هذاك اوليس هذاك راكم تهضروا عليه ما غاديش يعيط له ممنوع من المنتخب الوطني راهو غادي يحزر باش غادي يحزر مبولحي خاطر هو قال لهم هو مبولحي غادي يقعد مبولحي وفي غولي غادي يعاود يولي يحزر مبولحي وفي غولي باش يهدر مع ديلور يعاود يرد ديلور يحزر هادو الى هادو قبلوا ديلور يجي هادو ما قبلوش ديلور ما يجيش ما التالي كاع رانا نقول لكم شكاين ما يتصدق صدق ما بغيت تصدق
عض شعرك ولا دبر راسك على باليش بيكم. هذه هي. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني يدخل ابوني معنا، ودائما معكم بالجديد، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتكم.